السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا يا رب. اليوم راح نشرح عن طريقة إنشاء قناة على اليوتيوب، يعني كل مين حابب ينشئ قناة على اليوتيوب اليوم راح أشرح عن الموضوع كامل إن شاء الله، ابتداء من إنشاء إيميل، تمام؟ لأنه لازم يكون في عنده الواحد أول شيء إيميل اللي هو على الجيميل، حساب على الجيميل، تمام؟ وبعدين بس يعمل الجيميل لازم يعمل القناة، تمام؟ فأنا رح أشرح لكم هلأ الطريقتين، تمام، مع بعض. بالإضافة رح أعمل مرة تانية فيديو عن إنشاء بس إيميل على الجيميل، تمام؟ بس اليوم رح نحكي عن إنشاء قناة على اليوتيوب، ورح أشرح لكم كيف تعملوا إعداداتها كمان كلها، تمام؟ مشان تظهر على محركات البحث بأكبر عدد ممكن، وبالإضافة يكون في عليها مشاهدات أكثر وتنوجد بالبحث أكثر وأكثر من هالقصص، تمام؟ طيب هلا ما رح أطول عليكم، إذا بتريدون اللي عم نشوف فيديو جديد يعمل اشتراك للقناة ويعمل لنا لايك ويشارك الفيديو مشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين، تمام؟ يلا خلينا نبلش. تمام، هلا أول شغلة لازم نساويها لازم نفتح على متصفح الجوجل كروم، تمام، مشان نعمل القناة من متصفح جوجل كروم. نفتح على جوجل كروم، هذا هو. بعد ما نفتح عليه بيطلع لنا هيك هي الصفحة. طبعا هي الصفحة أنا موجودة اللي هي قناتي، تمام، بس أنا ما بدي هلا هي الصفحة، مثلا رح أقوله يرجعني على الصفحة الرئيسية يلي بتطلع بالجوجل كروم مشان ورجيكم كيف الطريقة، تمام. هلا الصفحة بس نفتحها بتطلع هيك، تمام. اول شغلة لازم نساويها عنا هدول النقط اللي موجودين فوق شايفينهم، نكبس عليها ونحط على وضعية الكمبيوتر انه يصير مثل نحن عم نشتغل على الكمبيوتر، تمام. هلا بعد ما حطينا هاي الوضعية تبع الكمبيوتر نكبس على اليوتيوب، شايفين هاي اليوتيوب، نكبس عليها بيقوم تطلع لنا الصفحة هيك، شايفين الصفحة طلعت لنا هيك. بس تطلع الصفحة هيك بنكبس نحن عنا هون على، شايفين هاي الصورة، هلا هون بنكبس عليها. هون طبعا هو يلي عامل حساب جيميل، عنده حساب جيميل من زمان لحاله تلقائيا بيفتح لك حساب الجيميل اللي انت عند اللي انت عامله موجود هون على القناة، تلقائيا بيفتح لك اياه، تمام. نحن بدنا نغير هاد، شو بدنا نساوي؟ بنكبس على تبديل الحساب، شايفين كلمة تبديل الحساب، بنكبس عليها بيطلع لنا هون. نحن شو في عنا موجود؟ عنا أقنية، ما بدنا هدول، نحن بننزل بنكبس على شو؟ على إضافة حساب، شايفينها هي هي. بعد ما نكبس على إضافة حساب قوم بيفتح لنا هو بأنه هون أنه أنا مثلا في عندي مثلا حسابات، في عندي حساب اثنين موجودين عندي على الجهاز، أنا بدك تختار من هدول الحسابين شيء ولا لا بدك تعمل حساب جديد. معلش سامحوني كنت حاطط لغة الجهاز على الألماني بس نسيها، والله نسيت، هلا رجعت زبطته عدلته على العربي، تمام. بعد ما نكبس على هي الكلمه بانه هون انه بدك تحط ايميلين مثلا، في بدك تحط واحد منهم ولا بدك تعمل حساب جديد، انا راح اعمله لا اضافه حساب الى الجهاز، يعني حساب جديد، بكبس عليها. بعد ما اكبس عليها هون، هون عم يقول لي بقى انت انه بدك تدخل ايميل، عندك ايميل ولا لا ما عندك، انا بقول له ما عندي، بكتب له هون على هي الكلمه بحط كلمه انشاء حساب. عم يقول لك الحساب بدك يا شخصي لإلك ولا لإدارة نشاط التجاري، يعني إنه إذا في عندك شيء قناة حتعملها تجارية ولا قصة وكذا، بدك يا هيك ولا هيك، أنا بقول له لا لنفسي. هون عم يقول لك حط الاسم الأول والاسم الثاني، تمام. إذا حابين تحطوا أسماءكم النظامية على القناة بتحطوا أسماءكم النظامية، تحطوا فوق الاسم وتحت اسم العيلة، تمام. أنا مثلا رح أكتب له محمد، محمد، وتحت رح اكتب له مثلا اسم العيلة نفطر محمد مو، تمام، محمد مو. بس تكبس على هدول الخيارين نحط اسم القناة ونقول له التالي، تمام. بس نقول له التالي يقوم لنا حطوا تاريخ الميلاد، بنحط تاريخ الميلاد 01/8/1986، جنس تحطوا ذكر او انثى، ذكر
بعدين بنكبس له التالي. هون هلا عم يقول لك انت اختار شو حابب تحط اسم. مثلا انا بدي احط اسم محمد خلينا نقول محمد مو، تمام، ثلاث سبعات، ماشي، وبنعطيه التالي. شايفين شو اعطاني؟ اعطاني هون كلمة انه هذا الحساب اذا بدك تحط هذا الاسم، هذا الاسم موجود، فلازم انك انت تختار اسم تاني. فنحن رح نغير الاسم، نحط اسم تاني مثلا، نقيم الارقام، محمد 3 7، تمام، مثلا محمد و 7 3 7. هنجرب نقول له هلا بيعطينا، ممتاز اخده. شايفين بس نقلني على الصفحة التانية، معناتها عم يقول لي انه الحساب انقبل، تمام، انه قبله للحساب. فهلا هون عم يقول لك حط كلمة سر، فنحن رح نحط كلمة سر. هلا هون حطيت كلمة سر انا، بس حط كلمة سر بقول له التالي. هلا هون عم يقول لي حط رقم موبايل، رقم موبايلك، تمام، رقم الموبايل اللي بدنا نحطه لازم نحط رقم الموبايل. ليش؟ مشان يتأكد الايميل، تمام، مشان تأكد الايميل تبعك. هلا انا حطيت هون رقم الموبايل، بعد ما حطيت رقم الموبايل بقول له التالي. ليش؟ مشان هلا يبعث لي رسالة التأكيد على رقم موبايلي، مشان أكد الرقم وحطه أكد الايميل. نستنى عليه شوي لحتى يبعث الرسالة. هلا انا وصلتني الرسالة، هلا لازم حط الرقم، تمام. هلا اجاني الرقم انا، بعد ما اجاني الرقم راح احط الرقم عندي، تمام، وبقول له التالي. هلا هون عم يقول لي هل تريد اضافة رقم هاتف، وعم يعطيني مثل ما كنتم شايفين هون شغلات، مثلا سيتم استخدام رقم هاتف الاغراض التالية، اعادة تثبيت كلمة المرور، تلقي مكالمات الفيديو والرسائل، وهالقصص هي كلياتها، تمام. بنزل انا اخر شيء لتحت، تمام، وبقول له اذا بدي موافق بقول له موافق، او بقول له تخطي، تمام. فانا هلا رح اقول له تخطي. هلا هون عم يعطيني، عم يقول لي انه هي اسم حسابك اللي انت عملته على الجيميل، تمام، انه هون هلا مش الحال هذا الحساب، تمام. انا هون رح اعمل له هلا هون التالي مشان نكمل الخطوات. هون عم يقول لك بدك تخصيص سريع، تمام، انه على السريع هلا تخصصها، ولا بدك تخصيص يدوي بخمس خطوات، يعني تخصيص دقيق. فانا بقول له مشان السرعه بقول له تخصيص سريع، بعدين بقول له التالي. بنزل لتحت هون اخر شيء، وبعطيه تاكيد انه على هاي المعلومات اللي انا قراتها. كمان برد بنزل لتحت، كمان برد بعطيه اوافق على المعلومات كمان يلي قراتها. هلا هيك الايميل اتنشأ عندي، صار عندي ايميل على الجيميل. هلا بكبس انا عندي هون على الصورة تبع القناة، تمام، بقول له تبديل الحساب، بقوم انا عندي كل شيء، عندي اقنية هون موجودة بتطلع لي، بقوم انا بختار لك هاي القناة الايميل الجديد اللي عملته، تمام، بكبس عليها هون، بس اكبس عليها هون بيقلبني على صفحة اللي هي صفحة اليوتيوب هي نفسها، تمام، برجع بكبس عليها هون. هلا هون شايفين شو عم يقول لي؟ عم يقول لي انشاء قناة. انا هون هلا بدي انشئ قناة، شو بقول له؟ بقول له انشاء قناة، بكبس عليها. هون عم يقول لي انه بدك تحط الاسم تبع قناتك يكون نفس الاسم هاري انت حاطه، تمام، ولا بدك اسم تاني؟ فبتقول له لا خلي هذا الاسم، او اللي حابب يغير الاسم يعمل اسم تاني للقناة بيقول له انشاء قناة. مثل ما كن شايفين هلا فتحني على هي الصفحة. بس يفتح لي على هي الصفحة هون مثل ما كن شايفين شو عنا عم يقلنا، عم يقول انه تخصيص القناة، ادارة الفيديوهات، وهون تحميل الفيديو، هالقصص هي. هلا هي كل هي الشغلات بنحكي عليها بعدين، بس هلا لازم انا اشرح لكم كيف لازم تعملوا القناة، اعداداتها تكون كلها صحيحة و100% ان شاء الله. هلا بكبس له انا هون على كلمة تخصيص القناة، استنى عليه لا يفتحني على الصفحة. هلا فتح على هي الصفحة، بكبس انا كبسة عادية ما بكبس عليه، وهون بكبس له اغلاق. هلا هي الصفحة هون احنا لازم نعمل
الإعدادات تبعها. تمام، هلا في شغلات كتير مهمة لازم نحنا نساويها. أول شغلة عنا هون حاطين لك التنسيق، كلمة التنسيق حاطين لك إنه فيديو بارز. شو يعني؟ إنه أنت إذا حابب تحب إنه أنت تحط فيديو عندك هون لقناتك فيديو دعاية. كيف يعني؟ كل مين بيفوت لعندك على القناة بيطلع بيلاقي في فيديو بالقناة موجود على طول، إنه دعاية عن قناتك، إنه شو قناتك بتحكي، شو متطلباتها، شو فكرتها، شو تمام. فهون فيك تحط انت فيديو، بتكون مجهز فيديو او انت بتكون مجهزة فيديو بتنزلوهم مشان يكون دعاية لقناتكم. تمام، تحت في عندك فيديو مميز للمشتركين في قناتك. تحت اذا حابب انت تعمل فيديو مميز للمشتركين اللي موجودين عندك بالقناة، كل شيء مشتركين موجودين عندك بالقناة اذا حابب تعمل لهم فيديو مميز. تمام، هاي بالنسبة لهدول. عنا هون اللي تحت الأقسام المميزة، هاي بعدين ما لنا شغل فيها هلا. عنا هون العلامة التجارية، منفوت على العلامة التجارية. هون حاطين لك إنه أنت لازم تحط صورة لهي القناة. تمام، بس بدك تحط له صورة، بتكون أنت مجهز صورة عندك مثلا للقناة، تكبس على كلمة هون تحميل وبيفتح لك على الصور اللي موجودين عندك على الاستوديو. تختار الصورة اللي بدك إياها وبتقول له تحميل. تمام، تحت عندك صورة الغلاف تبع القناة، هي صورة طويلة هيك بالقناة، هي بسموها صورة الغلاف. هاي عم يقول لك هون انه هاي لازم تحط صورة كمان انت بتكون مجهز صورة للغلاف عندك، ومشان تعمل صورة للغلاف وتنزلها عندك على القناة. يلي ما عنده فكرة كيف بيعمل صورة على القناة او غلاف، امكانكم تفوتوا لعندي على القناه وتشوفوا في فيديوهات تعليميه عن الموضوع كلياته ان شاء الله. بعد ما تحط الصوره كمان بتقول له تحميل، بيكون مش الحال. هون تحت عم يقول لك العلامه المائيه للفيديوهات، يعني انت اذا حابب تحط صوره، شايفين المربع هذا اللي هون، اذا انت حابب تحط صوره عندك هون شعار لقناتك يظهر بكل فيديوهاتك مثلا او بنص الفيديو او باخر الفيديو. تمام، بس تحمل هون التحميل، بيعطوك اني خيارات، بيقول لك انه بدك الصوره تظهر بنص الفيديو بالاول ولا باخره، بتقول لهم انت. تمام، بعد ما تخلص القصص هاي بتروح على المعلومات الاساسيه. تمام، هلا هون عندنا المعلومات الاساسيه. مهم جدا انك انت هون تحط كلمات مفتاحيه لقناتك. كيف يعني تحط كلمات مفتاحيه لقناتك؟ كلمات مفتاحيه المقصود منها انه انت تحط كلمات هون مشان العالم وتبحث على شيء معين باليوتيوب او بالجوجل او باي مكان تاني يساعد بعثور قناتك على المواقع تبع البحث. تمام، فهون مثلا احنا هنكتب، نفترض مثلا انا عندي قناتي اسمها قناة منوعات تعليمية، نحط اول شيء قناة منوعات تعليمية. تمام، وبكتب بقى كلمات مفتاحية مثل مثلا أفضل البرامج التعليمية وهناك العديد من الأفكار الجميلة عن كل شيء في الحياة. شايفين؟ يعني بتكتبوا انتوا هون جملة انه تكون وصف عن قناتكم، قناتكم شو بتحكي، شو عن شو بكون تشرحوا، عن شو بكون تحكوا. تمام، بتكتبوا هون، هي مهمة جدا. تحت عنا هون اضافة لغة، اذا بدك تضيف لغة معينة عندك بال قناة بتضيفها هون، بتعمل له إضافة. تحت عنا إضافة رابط. إضافة رابط كيف يعني؟ إذا أنتم مثلا عندكم فيسبوك، تمام، عندكم صفحة على الفيسبوك وعندكم مثلا على الإنستغرام وعندكم على تويتر، هون بتحطوا إضافة رابط. بس تحطوا إضافة رابط هون شو عم يقولكم؟ إنه أدخل العنوان. إن هون شو بدك تحط أنت الرابط؟ نقول له مثلا فيسبوك، أخده حط هون عنوان URL تبع الفيسبوك. شو هو العنوان URL تبع الفيسبوك؟ اللي هو الرابط تبع الصفحة تبعك. بتجيب الرابط تبع الصفحة تبعك هون وبتحطه هون.
تمام، بس تحط الرابط تبع الصفحة ذاك، يعني مثلا مثل هي عندي الرابط أنا تبع قناتي، بنعمل له نسخ، نجيب هذا مثلا بحطه هون، أنا بعمل له لصق، شايفين؟ بنحط الرابط أنا عندي هون. مثلا بدك تضيف رابط تاني، بتحط له كمان إضافة رابط تاني، بتحط له مثلا تويتر، تويتر، وتحط الرابط كمان تبع التويتر تبعك هون، تمام. بدك تضيف عنوان ثالث كمان، بتضيف تحط العناوين اللي بدك اياها، ماشي. عندك لحد الخمس روابط فيك تحط، هي بالنسبه لهدول. عندنا هون تحت معلومات الاتصال، اللي هي انه اذا بدك تحط له للمتابع، اذا بدك تحط له ايميل يتواصل معك، مشان اذا بده يراسلك او تراسله باي شيء، او يعني يسالك عن شيء ويتواصل معك، تحط له هون ايميلك. بس انا بصراحه ما بنصح انك تحط ايميلك الصحيح هون، حط ايميل تاني واعمله هذا الايميل بس مجرد انه ايميل للقناة مشان تتواصل مع العالم فيه، مشان ما تفوت بقصة اختراق وهكر وهيك قصص، هي الناس فوت تعمل هكر وتخترق قناتك، تمام. لانه صاير هالايام عم نسمع كتير شغلات وعم نشوف كتير شغلات، تمام. فالافضل انك تحط ايميل، مو ايميل القناة الرئيسي او مو ايميل اساسي انت معتمد عليه، تمام. هاي بالنسبة لهدول. هون هنمحي هلأ هاد، هنمحي هلأ الرابط هاد كمان، اتفقنا؟ هاي بالنسبة لهدول. هلأ بعد ما خلصنا من كل هدول بننزل لتحت، شوفوا تحت هون عندي، بعد ما نزلنا تحت في عنا هاي الإشارة اللي هي إشارة الإعدادات، تمام. بنكبس عليها بيقوم بيفتح لنا هاي الصفحة. بس يفتح لنا هاي الصفحة، هون عم يقول لك بقى انت اعدادات، اعدادات عامة، انه شو اللغة، عفوا شو العملة اللي بدك تتعامل فيها مع هالقناة هاي، حط له انت العملة اللي بدك اياها، بتكبس هون بتختار العملة اللي بدك اياها، تمام. نحن خليها دولار مثلا، ننزل على اللي بعدها القناة، هون عم يقول لك اختار البلد، بتفوت انت بتختار البلد اللي بدك اياها، وين انت مثلا اي بلد، بتقول له مثلا بألمانيا، تمام. وهون عندك الكلمات الرئيسية. كيف يعني الكلمات الرئيسية؟ هي كتير مهمة يا جماعة، لازم تكتبوا هون كلمات مفتاحية للقناة عندكم، مثلا قناة منوعات تعليمية، نكبس اللي بعدها بيطلع لنا هيك، هي أغلب الاسم هذا، أفضل شرح عن البرامج، يلي بعدها عالم الانترنت مثلا، يلي بعدها بتحطوا كل شيء كلمات هون مفتاحية. ومثل ما قلت لكم، يلي بده كلمات مفتاحية بإمكانكم تفوتوا لعندي على القناة، وحط لكم الرابط عندي هلأ بالوصف، اللي هو في برنامج أنا شارح عنه بيعطيك كلمات مفتاحية بتحطها عندك على الفيديو مشان يظهر بالمحركات البحث، تمام. برنامج خصوصي حط له كلمات مفتاحية مشان تظهر على محركات البحث، اتفقنا؟ اتفقنا. هلا بنحط له على اللي بعدها الاعدادات متقدمة. هون عم يقول لك الجمهور يمكنك تسهيل سير العمل من خلال اختيار القناة، فيكم تورو انتم بقى كمان تتبعوا القصص هي. هون عم يقول لك هل تريد تصنيف قناتك على انها مخصصة للاطفال؟ اذا كانت قناتك مخصصة للاطفال بتحط له نعم أريد تصنيف هذه القناة على أنها مخصصة للأطفال، فأنا أحمل دائما محتوى مخصص للأطفال. ما بدك حط اللي بعدها لا أريد، تمام. أو تحت تحط أريد مراجعة هذا الإعداد لكل فيديو على حد، يعني كل فيديو بدك تنزله أنت لازم يحطوا لك الإعدادات حتى تراجعها. خلي أنت بتختار اللي بدك إياه. هون ترجمة تلقائية ما لنا فيها. عندك هون عدد المشتركين، شو حاط لك هون؟ عرض عدد المشتركين. انت اذا حابب انه القناة عندك تفوتوا الناس لعندك يشوفوا قديش عدد المشتركين عندك، بامكانك تخلي عليها اشارة صح، انه مشان العالم تشوف قديش عدد المشتركين عندك. ما بدك العالم يشوفوا قديش عدد المشتركين عندك، بتكبس عليها هيك بتقيم اشارة الصح، بتصير هون انه انت كل مين يفوت لعندك بيشترك بالقناة وبفوت على قناتك ما بيشوف عدد المشتركين، ما بيبين عنده. احنا هنخليها هون الاعلانات، تمام. انه هون اذا بتعمل ايقاف الاعلانات، اذا بتكبس هاي الزر ايقاف الاعلانات مستقبلا بس تفعل قناتك ويصير فيه 1000 مشترك و4000 ساعة وتدخل بمجال الربح،
اذا كنت مفعل هي ما راح يجيك مصاري من الفيديوهات، لانه هي فكره الاعلانات تنحط على الفيديوهات اللي عندك عشان يجيك مصاري. تمام، هاي بالنسبه لهدول. عندنا هون اهليه استخدام الميزات، هون عندك عم يقول لك الميزات التلقائيه مفعله، كل شيء مفعل، شايفين لونه اخضر. هون عندك الميزات التي تتطلب اثبات ملكيه القناه عبر الهاتف. تمام، هي يا جماعه لازم تنتبهوا لهي القصة. هي إذا أنت ما فعلتها وصارت خضرة ما بتحسن لا تغير صورة القناة عندك، ولا بتحسن تغير صورة الغلاف عندك، ولا بتحسن تستخدم ميزات كتيرة موجودة باليوتيوب مشان أنت تطور قناتك. وفي كتير شغلات مو منيحة لهي القصة، فلازم أنك أنت تفوت وتعمل إثبات ملكية لرقم تليفونك، يعني تحط مثلا نكبس عليها، شايفين هلا بس نكبس عليها هون عم يقول لك هون اثبات ملكيه رقم الهاتف. انت بتكبس عليها، انا ما بدي اكبس عليها لانه هي قناه ما لها معتمده عندي وما بدي اعمل قناه، بس انا عملت هذا الفيديو كرمالكم عشان تشوفوا الموضوع هذا. تمام، تكبس على اثبات ملكيه رقم الهاتف، بس تكبس عليها يوم هو بيقول لك حط رقم الهاتف، بتحط رقم الهاتف، بس تحط رقم الهاتف بيبعث لك كود على رقم الهاتف تبعك، بيقول لك دخله عندك، بتدخل رقم الكود عندك هون، بعدين بتقول له حفظ، بس تقول له حفظ بتصير لونها خضرة مثل هي اللي فوق مفعلة، بكون مكتوب عليها هيك كلمة مفعلة. تمام، هاي بالنسبة لهدول. نروح على اللي بعدها، إعدادات التلقائية تحميل الفيديوهات. هون عم يقولك العنوان، بإمكانك هون تحط أنت عنوان دائم لكل فيديو أنت بدك تنزله، بتلاقي موجود عندك هون عنوان دائم. تمام، وهون تحت عم يقولك أخبر المشاهدين عن الفيديو الخاص بك، وهون بإمكانك تكتب الوصف كمان شو هي الفيديوهات اللي انت عم تنزلها. بعد ما تختار هاي القصص هاي كلياتها، تمام، بعد ما تختار القصص هاي كلياتها، هون العلامات لا تنسوا العلامات، العلامات اللي مثل ما قلت لكم هي كلمات مفتاحيه، شوفوا يعني شايفين هذول دائما لازم تحطوا كلمات مفتاحيه ومهمه كتير، اتفقنا؟ تمام، فعم يقول لك انه حط هاي الشغلات هاي، بعدين بتقول له اعدادات المتقدمه. هون اعدادات المتقدمه انه عم يقول لك الترخيص، بدك اليوتيوب العادي ولا الموصفي اللي هو هذا الترخيص اللي تحته، هذا بيجي ترخيص بضر، يعني اذا انت حطيته وحدا نزل من فيديوهاتك بالقناة عندك تكبس انت الشكوى عليه، بدي شيء قصص ومحاكم وقصص وسير، فنحن ما ننظر حدا، نخليه على العادي، بس يتنزل الفيديو، حدا ينزل فيديو من عندي يوتيوب تبعت له انذار انه قيم الفيديو، بيشيل الفيديو وخلصت القصة. تمام، عنا اللي بعده هون اللغة، عفوا الفئة غير الفئة انه شو فئة الفيديو، بتحطوا اذا كان افلام رسوم متحركة، مركبات، موسيقى، حيوانات، كذا، فانت بتحط شو هو المجال تبعك اللي بدك تحطه. تمام، بلا شهادة ما بدنا اياها. لغة الفيديو، بتحط اللغة تبع الفيديو، شو هي اللغة اللي بدك اياها. تمام، هي اللغات كلها. تمام، هون لغة العنوان والوصف كمان نفس الشيء بتحط. التعليقات، هون انت اذا حابب انه التعليقات اللي بتيجي لعندك على الفيديوهات بدك انت تراجعها قبل ما تنزل عندك على الفيديو، ولا انه خلص لا يمكن المستخدمين الاطلاع على تقييمات هذا الفيديو ويشوف له التعليقات، فانت بتختار اللي بدك اياه. يعني هون بتكبس له انت اخضاع كل مثلا اخضاع التعليقات التي يحتمل ان يكون غير ملائمة للمراجعة، انه تراجعها اول وتحذفها او يحذفوها هن. تمام، اخضاع كل التعليقات للمراجعة، كل التعليقات اللي بتنزل انت تراجعها اول، شوفها بعدين اذا بتنزلها ايه او لا. ايقاف التعليقات، ونحن نخليها على اول وحدة، هون يمكن المشتركين اي شيء. تمام، انا سامحوني عم بحكي بسرعة مشان ما اطول الفيديو عليكم، ما بدي اطول الفيديو عليكم مشان ما تملوا، فانا عم بحكي بسرعة مشان ما نطول. تمام، اتفقنا على هدول. هلا بننزل تحت على الاذونات، الاذونات هي مثل ما هي بتخلوها هون، ما في عندكم اي مشكلة. المنتدى، هون اذا عندك انت منتدى، تمام، بتحط اسم المشرفين على المنتدى، وبتحط المستخدمون الموافقين عليهم وكذا، يعني في كتير هلا بكير على قصة المنتديات، بنحكي فيها هي بعدين، بس انه هي للمنتدى مثل ما عم لكم. هون نفس الشيء كمان معلومات على المنتدى، ننزل لتحت على الاتفاقية، هي ما في شيء. بعد ما تحط انت كل التعديلات كلها اللي عدلتها، تكبس على هي الكلمة اللي كلمة حفظ. تمام، بعد ما تكبس عليها بيقولوا لك انه خلاص تم الامور هي كلياتها عندك على قناة وانحفظت. هيك انت بتكون ضبطت الاعدادات كلها تبع القناة تبعك. تمام،
بعد ما تكون انت زبطت كل هالاعدادات اللي موجوده صارت عندك هون تمام، بتكبس بقى انت هون على هي مثلا اول وحده هون عم يعطوك هلا لك احصائيات القناه، احصائيات حول القناه، قناتك فيها صفر مشتركين هون، اذا كان في عندك فيديوهات بيحط لك بيشرح لك الفيديوهات والشغلات، وهون اذا كان في عندك الاحصائيه تبع القناه قديش في مشاهدات قديش في مشتركين قديش وقت المشاهدات عندك وهالقصص هي كلياتها تمام. هون تحت عم يقولوا لك ما بدنا اياها هاي كمان، هنا بدنا اياها عنا هاي الاشاره تبع التسي، شايفين هاي الاشاره هاي لك اشاره التسي هاي انت تفوت عليها، اذا كان في حدا نزل فيديو من فيديوهاتك عنده بقناته وانتهك حقوق النشر والطبع على الموضوع هذا تكبس على هي انت ليكا طلب جديد لإزالة المحتوى، بس تكبس عليها بقوم هن اليوتيوب فورم تبعتوا له الإشارة انه في فيديو انت منزله عليه حقوق قيمه من عندك بقيمه من عنده تمام. شوفوا عنا هي إشارة الدولار، هي إشارة الدولار، شوفوا شو كاتب لكم هون إشارة الدولار، هي التقييم تبع قناتك، هون عم يقول لك ما من مشتركين، كاتب لك عدد مشتركين مطلوب 1000، وهون عم يقول لك ما من ساعات مشاهدة علنية، عم يقول لك 4000 ساعة، هي الشروط تبع إنشاء القناة، أنت مشان تصير تحصل مصاري، تجيب مصاري وتجيب فلوس من القناة، يجيك مصاري، لازم تجيب أول شيء 1000 مشترك، وبعدين تجيب 4000 ساعة مشاهدة عندك بالقناة، بس تجمعون هدول، بيقولوا لك هن إنه نحنا بس تجمعون هدول نحن بنبعث لك رساله. شلون بدك تعرف انه بس جمعتهم يبعثوا لك رساله؟ تكبسهم على هي ليك اعلاني عندما اصبح مؤهلا، تكبس عليها، بس تكبس عليها بمهنه بس تصير قناتك مؤهله بيبعثوا لك انه رساله انه قناتك صارت جاهزه. نكبس على اللي بعدها، هي كنا فيها هلا نحن اول وحده، هي هون هلا الموسيقى، هي المكتبه هون مكتبه اللي حابب ينزل ملفات موسيقيه ما عليها حقوق نشر، بامكانك تنزلها من مكتبه اليوتيوب ببلاش، شارح انا فيديوهات عن الموضوع هذا، فيكم تفوتوا وتتفرجوا على الموضوع هذا تمام. تمام حبايبي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الشرح وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الموضوع. اذا سمحتوا اللي عم يشوف الفيديو هلا جديد عندي بالقناه وما له مشترك، اذا سمحتوا اشتركوا بالقناه، اعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو خليه يوصل لاكبر عدد ممكن، ودعمونا بالقناه، فوتوا لعندي على القناه فيها كتير شغلات ممكن تستفادوا منها ان شاء الله تمام. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.